and I just want to share a few of my thoughts on beauty. So, for example, most of us desire to be white, most. And he's not exactly marrying my hair or my light skin or my dark skin or my curves. My curves are not going to cook for him, and my hair is definitely not going to assume the role. كل شخص فينا جواه دايما نسختين، نسخة بتكون قوية جدا ونسخة بتبقى أضعف ما يكون. قضيتنا النهاردة عن بنت الكل كان شايفها قوية، كانت بتدافع عن حقوق المرأة. من الآخر الكل كان شايف إن البنت دي مش محتاجة أبدا لحد ودايما تقدر تحل مشاكلها لوحدها، بس الحقيقة كانت العكس تماما. وخلونا نبدأ في تفاصيل القضية على طول. أحداث قضيتنا النهاردة بتدور في جنوب أفريقيا سنة 2017، وبطلة قصتنا النهاردة هي كورابو ماكاوينا. كورابو بنت كان عندها 22 سنة، متخرجة من كلية تجارة، وفي نفس الوقت كانت عايشة في بيت أهلها. كانت قاعدة في البيت، هي أمها كان اسمها لولو، باباها كان اسمه تابانج، وكان عندها أخ أصغر منها اسمه ديسابو، وأختها اللي قاعدة معاها في نفس الأوضة، يعني هي على السرير والتانية على السرير، كان اسمها بوتينلي. دلوقتي يا جماعة يوم 27/4/2017 فجأة كده كورابو اختفت تماما، محدش كان قادر يلاقيها. الأول أنا عايزة أقول لكم مين كورابو. كورابو كانت شخصية محبوبة جدا، كانت متدينة، في نفس الوقت كانت عندها جروب أصدقاء كتير، اجتماعية جدا، كمان كانت بتدافع عن حقوق المرأة، كانت مشتركة في جمعيات كتير، وكان حلم حياتها إن في يوم من الأيام تقدر هي تفتح جمعية خيرية عشان تساعد إن هي يعني تضمن تحقق حقوق المرأة. طبعا في جنوب أفريقيا حقوق المرأة مع الأسف في حقوق كتير جدا ضايعة للمرأة هناك، وهي كانت بتحاول إن هي تحل الموضوع ده وتساعد على قد ما تقدر، سواء أطفال أو سيدات، الناس اللي بتتعرض عموما للعنف الأسري هناك، واللي ما بيلاقوش حل للموضوع ده لأن مع الأسف الشرطة ما بتعمل لهمش حاجة. فكورابو في وسط جروبها أو في وسط الشلة بتاعتها كان معروف عنها إن هي زي ما بتقولوا كده السند، يعني أي حد تحصل له مشكلة كان بيروح لكورابو، وفعلا كانت بتقف جنبه، كانت بتحل له مشكلته، عمرها ما ردت حد أبدا. وفي نفس الوقت من كتر ما هي بتحل مشاكل الناس، ما فيش حد فيهم اقتنع ابدا ان ممكن هي تكون في مشكله، او ممكن هي يعني تحصل حاجه تضايقها هي. مع الاسف اي مشكله كورابو كانت بتحكيها، كل الناس حتى مامتها باباها كانوا بيحسوا ان هي هتقدر تعديها، لان هي من الاخر كانت هي حللت المشاكل بالنسبه لهم، فمحدش جه في باله ان كورابو القويه اللي بتحل مشاكلنا ممكن هي بتبقى زيها زينا، هي كمان عندها مشكله. فمع الاسف البنت دي انا ما بلومش عليهم، لان هم فعلا يعني في ناس كتير جدا زيهم بتبقى شايفه الشخص فعلا قوي جدا مش محتاج لي، فما بقفش جنبه، مش حاجه وحشه مني. فمع الاسف البنت دي الوقت اللي كان المفروض الناس تساعدها فيه محدش وقف جنبها فيه، مش كرها ليها بس يمكن عدم معرفه منهم. كورابو يا جماعه يوم 27/4/2017 فجاه محدش بقى لاقيها، اختفت تماما. وعايزه اقول لكم هي كانت عايشه مع اهلها، فمعنى ان هي تختفي يعني تبقى مش موجوده وما تردش عليهم، دي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. ففي يوم 27 كورابو بطلت ترد على اهلها، محدش عارف يتواصل معاها، محدش لاقيها، فالعيله على طول قلقت وراحوا بلغوا الشرطه. مع الاسف زي ما قلت لكم حقوق المراه هناك متدهوره جدا، الشرطه بدات تقنع اهلها في الوقت ده ان كورابو هربانه، يا اما ليها علاقه مع حد، يا اما هي سابت البيت ومشت، محدش راضي يعمل بلاغ اصلا في الشرطه ان البنت دي مختفيه. الام فضلت بتروح لمركز الشرطه تقريبا 3 ايام ورا بعض لحد ما الشرطه رضيت تعمل البلاغ يوم 30، يعني البنت مختفيه من يوم 27، الشرطه ما قبلتش بلاغهم غير يوم 30، ابتدوا يعتبروا ان كورابو شخص مفقود وفعلا عملوا البلاغ. الشرطه هنا قبلت البلاغ يوم 30، بدأوا ان هم يدوروا عليها. وزي ما قلت لكم كورابو كانت عايشة مع اختها في نفس الاوضة، يعني عايش كلهم عايشة في بيت العيلة وقاعدة مع اختها. في الوقت ده كورابو كان عندها 22 سنة، يعني كانت قادرة ان هي تعيش في بيت لوحديها، بس هي كانت عايشة معاهم عادي، وكانت هي واختها في نفس الاوضة، والاخت دي كانت هي كمان بتدور عليها مع اصحابها وبتسأل عليها في نفس الوقت اللي الام بتحاول تقنع فيه الشرطة. الام دلوقتي الشرطة كده اقتنعت، الام اخدتهم ودتهم عند بيت حبيبها السابق وقالت لهم لازم تدوروا هنا.
في الوقت ده الشرطة راحت استجوبته، وهو قال انه ما يعرفش اي حاجة عن قرابه وانه بقاله فترة طويلة منفصل عنها. الام هنا يا جماعة بدأت تحكي للشرطة ايه العلاقة اللي بين قرابه وبين الشخص ده، يعني طبيعة علاقتهم كانت ايه. قالت لهم ان قرابه بقى لها فترة كان في مشاكل بينهم وبين بعض، كل شوية بيرتبطوا وينفصلوا ويرتبطوا وينفصلوا، وان قرابه كانت واخدة قرار نهائي انها عمرها ما هترجع للشخص ده تاني، الكلام ده قبل ما تختفي. الام هنا قالت ان هم ما بيتدخلوش في علاقات بنتهم، بنتهم كانت شخصية قوية ومستقلة ليها قراراتها، وهم كانوا واثقين فيها وسايبينها تعيش حياتها لحد يوم 27/3، يعني قبل يوم اختفاء قرابه بشهر. قرابه اليوم ده كان يوم عيد ميلادها الـ22، الكل كان بيحاول يتواصل معاها، عايزين يقولها كل سنة وانت طيبة، عايزين يحتفلوا معاها، وقرابه كانت مختفية نهائي وما بتردش على اي حد. وطبعا برضو دي كانت مصيبة بالنسبة لهم وحاجة غريبة عمرها ما بتحصل. في اليوم ده قبل ما يبلغوا الشرطة، في رقم غريب اتصل ببوتينلي اخت قرابه، وبوتينلي اول ما ردت لقيت قرابه على الخط بتقول لها ان هي في المستشفى وان هي حالتها صعبة وان موبايلها مش جنبيها، عشان كده ما قدرتش تتصل بيها من رقمها. فعلى طول العيلة كلها جريت راحت المستشفى، ولقوا يا جماعة قرابه في وضع صعب جدا، كلها كدمات من اولها لاخرها، ايديها رجليها وشها، كان واضح جدا ان في حد يعني ضربها وضربها بطريقه بشعه. البنت منظرها اكيد الصوره هتظهر قدامكم دلوقتي، كان صعب جدا. في الوقت ده الكل اكتشفوا يعني لاول مره ان الشخص اللي هي مرتبطه بيه بيأذيها او بيضربها. يعني لولو مامتها قالت ان هي قبل الوقت ده كانت شايفاه شخص طبيعي جدا بيحب بنتها، وكمان يعني عايش معاها، ما حسيتش ابدا ان هو ممكن يأذيها او ان بنتها فيها حاجة غلط. بس اللي ما تعرفوش ان دي ما كانتش اول مرة الشخص ده يأذي فيها قرابه. قرابه من بعد ما ارتبطت بالشخص ده باسبوعين بس بدأ ان هو يضربها وبدأ ان هو يأذيها، بدأت تبعت لاصحابها صور ليها، وبدأت تبعت لهم فويس نوت على ان بتحكي لهم اللي الشخص ده بيعمله فيها. الكل في الوقت ده انا مش هقول لكم ما وقفوش جنبيها، بس الكل كان بيعمل يعني بيقولوا لها ابعدي عنه، لازم تسيبيه، ما ينفعش تفضلي معاه اكتر من كده، ده شخص مش كويس وهكذا. وهي كانت بترد تقول ان هي بتحبه وان هي مش قادره تعيش من غيره وان هي مش قادره تسيبه. ومع الاسف الحاجات اللي فضلت تحاربها طول عمرها، حقوق المراه اللي كانت بتدور عليها وتدافع عنها، هي نفسها اتحطت في موقف انها بقت اضعف من ان هي تسيبه. ده اللي كانت بتقوله لهم. فمع الاسف يعني هما كانوا شايفين مثلا ما فيش في ايديهم حاجه يعملوها، انا مش عارفه، بس ما حدش بلغ الاهل باي حاجه عن اللي قبل كده. الاهل اكتشفوا الكلام ده وهي في المستشفى. اخوها قعد تحت رجليها وقعد يتحايل عليها ويعيط ويطلب منها ان هي تروح تقدم بلاغ ضد حبيبها. واخته قرابه في الوقت ده سمعت كلامه وقررت ان هي تروح لمركز الشرطه. قرابه اول ما دخلت مركز الشرطه وقالت اسمها وعطت البيانات وهتقدم بلاغ، الشرطي اللي هناك رد عليها وقال لها ان اصلا الشخص ده مقدم بلاغ ضدها وبيقول ان هي اللي بتسيء معاملته وان هي اللي بتضربه، وهو اصلا ما فيهوش اي اصابات طبعا ولا في اي حاجه، يعني هي واحده رايحه لهم مضروبه بالمنظر ده وواحد تاني ما فيهوش اي اصابات، بس هو اللي قدم البلاغ الاول. فالشرطه قالت لها انك مش هتستفيدي حاجه. فطبعا هي رجعت بيتها. قبل يا جماعة قرابه ما تدخل المستشفى بكام شهر كانت أصلا نقلت وعاشت مع حبيبها ده في بيته. الأم قالت للشرطة إن هي اليوم اللي قرابه نقلت فيه من البيت كان يوم صعب جدا عليها، وفي نفس الوقت قالت لها إن هي تقدر ترجع بيتها وقت ما تحب، يعني مثلا لو حصل حاجة هناك ما تتضايقش أو تتكسف وتخاف إن هي ترجع، إن هما مستنينها في أي وقت، بس كمان مش هيقفوا في طريق سعادتها ومش هيقولوا لها خلاص بقى هي لقت حب حياتها، ما كانواش يعرفوا ان الشخص ده بيأذيها، فما كانواش عايزين يقفوا في طريقها لحد يوم المستشفى. في يوم المستشفى ده خلاص بقى خدوها رجعوها معاهم ايه البيت. لاول مره العيله بدات تحس ان هي لازم تتدخل ولازم تاخد موقف، والكل هنا بدا يقنعها انها تبعد عنه وتسيبه، وهي فعلا اقتنعت لحد اليوم اللي اختفت فيه تاني يوم 27/4. لحد دلوقتي هم بداوا طلعوا ان هم يستجوبوا حبيبها السابق. يا جماعة لحد دلوقتي ما قلتلكوش هو مين حبيبها، كان اسمه سانديل مينوزو. سانديل مينوزو كان المفروض ان هو بيشتغل في التداول العملات، والمفروض ان هو كان شخص غني جدا وكان عايش في ناطحة سحاب اسمها سانتان، والمكان ده كان مكان راقي وفعلا الكل كان شايف، كان عنده عربيات غالية جدا. هو عموما الشخص من الاول للاخر كان شخصية غنية،
شغال في المجال بتاع تداول العملات وبيدي دروس، وعموما هي كانت عايشة معاه هناك. فالشرطة هنا لما حققت معاه هنا رد ساندال وقال ان هي من الاخر كانت معاه بس سابته من بدري جدا ومشت، وقالت ان هي مسافرة لندن وان هي مش هتعرف اي حد ان هي مسافرة لندن. واول ما قال كلمة لندن الشرطة قبضت عليه. ليه بقى؟ لان قلت لكم ان اختها بوتنلي كان بقالها يومين من ساعة ما اختها اختفت والشرطة مش راضية تعمل البلاغ، هي بتحقق بنفسها. فكانت بتروح لبيته، هي عارفة بيته طبعا اختها كانت عايشة فيه، فبتروح تدور هناك. فلما راحت هناك طلبت من الراجل الامني ان هو يوريها صور كاميرات المراقبة، ولما شافت صور كاميرات المراقبة اللي موجودة في المبنى بتاعه شافته يوم 27/4 راجع بالليل هو واختها الاثنين، واختها كان باين عليها ان هي يا اما مكبوره يا اما متضايقه متخانقه، كان واضح جدا ان في مشكله وان البنت مش على طبيعتها مش سعيده، وهيبان عندكم في الصور برضو البنت شكلها غريب، لا مش مبسوطه، مش هقول جايبها غصب عنها ما اعرفش. المهم ان البنت طلعت معاه وما نزلتش تاني ابدا، ما فيش اي صور كاميرات ان البنت خرجت من المبنى تاني. كمان راجل الامن عطى لبوتنلي شنطه، قال لها انه لقاها مرميه في حاويه من حاويات القمامه، ولما فتحوا الشنطه دي لما فتحتها يعني لقيت فيها بطاقه اختها وجواز سفرها. فمعنى كده ان اختها مش ما تقدرش تروح للندن، اختها ما تقدرش تروح في اي حته اصلا، كل الحاجات اللي تثبت هويتها كانت مرميه في الزباله، عشان كده هو اتقبض عليه. كمان في حاجه تانية، كاميرات المراقبه كانت جايباه تاني يوم نازل من البيت، الاول خرج بره ورجع بعد 4 دقايق تاني واخد يا جماعه حاويه زباله كبيره جدا وطلعها بره، بعديها رجع تاني معاه شنطه، الشنطه كان واضح ان فيها حاجات بس مش تقيله، يعني كان فيها حاجات جوه الشنطه، رجع رجعها للمبنى تاني بس مش زي الحاويه اللي كان طالع بيها طبعا الاول. فدلوقتي ساندل بقى مقبوط عليه. مع الاسف هو ما اعترفش ابدا ان هو عمل فيها حاجه، هو قال ان هي فعلا كانت موجوده معاه بس هي انتحرت. هو نزل كان عنده اجتماع شغل، رجع لقى كرابه منتحره من غير سبب، وكمان مفيش اي سجل اصلا لخروجه في يعني في اليوم ده، بس هو كان كلامه كلام المحامي بتاعه اني اصلا ما ماتتش في اليوم ده عادي، ما كانتش بترد على اهلها، وهو اي خروجه من اللي خرجهم راح اجتماع وهي انتحرت، ده كان الدليل اللي هم بانين عليه بكل الدفاع بتاعهم. فطبعا هنا الشرطة بدأت ترجع بقى لورا وتحاول انها تستجوب ناس وتعرف اكتر عن علاقة الاتنين دول، وازاي من شهر منفصل عنه وازاي راحت معاه يوم 27/4 لبيته. مع كل الادلة اللي انا بحكي لكم عليها دي، ساندال في الوقت ده ما كانش عنده اصلا قابلية ان هو ما يعترفش، فساندال هنا اعترف ان هو اتخلص من جثة قرابه بس ما اعترفش ابدا ان هو قتلها. قال زي ما قلت لكم انه رجع من الاجتماع ولقاها انتحرت، فقال ان هو من كتر الرعب ولان هو اصلا عارف ان عيلة كرابه من الاول مقتنعة ان هو اللي بيسيء معاملتها مش هي اللي بتسيء معاملته، فكان مرعوب ان حد يعرف وخاف جدا ان هو يبلغ الشرطة وفي الاخر هو مثلا يتقال ان هو اللي قتلها زي ما هو دلوقتي حاصل يعني. فقال ان كل كان مقتنع ان هو شخص شرير جدا فمحدش كان هيصدقه، فهنا اضطر ان هو ياخدها ويتخلص من جثتها. ودي كانت اول قصة لساندال في القضية بتاعتنا، لان ساندال هتيجي له قصص كتير كل شوية كلامه بيتغير. ساندال في الوقت ده يا جماعة كان معروف عنه ان هو بيكسب فلوس كتير جدا من تداول العملات، وكان اصلا بيشتغل كمان ان هو بيدي دروس يعلم الناس ازاي يشتغلوا في تداول العملات. كان ساندال بيدي الحصة الساعة الواحدة بس ب$6000، وناس كتير جدا كانت بتبقى عايزة ان هي تاخد يعني حصص عنده، وكان في الوقت ده فعلا يعني مشهور في المجال بتاعه وبتجيله فلوس كتير. ساندال كان بيؤمن بقوة العقل الباطن، يعني ان انت ممكن توصل لأي حاجة انت عايزها بس مجرد ان انت تفكر فيها. يعني لو دلوقتي قعدت تفكر مثلا ان انت رئيس الولايات المتحدة ممكن بعد كده تبقى رئيس الولايات المتحدة فكرا فعلا، يعني انت تتخيل حاجة وعقلك الباطن هيوصلك ليها. انا مش دعوة بالنظرية دي وما مش هتكلم فيها يعني، بس الفكرة ان هو مش بس كان مأمن بيها، ده كان مأمن بيها بطريقة يعني قوية جدا. وفي نفس الوقت كرابه في الوقت ده هي كمان كانت بتأمن بالنظرية دي وحست ان هي لقيت توأم روحها وان هو كمان بيفكر زيها، بس هي
في فرق كبير جدا بينها وبينه، مع الأسف ما أخدتش بالها منه. كروبو لما كانت بتطلع تتكلم وتحاول إن هي توعي الناس، تدافع عن حقوق المرأة، بتديهم زي مثلا يعني زي مثلا كورسز كده في التوعية، ما كانتش بتاخد فلوس، ما كانتش بتاخد فلوس من أي حد، هي كانت بتعمل كده عشان هي حابة إن هي يعني توعي الناس دي، إنما هو كان هدفه الرئيسي الفلوس. الوضع كان معكوس تماما عند ساندال. في البداية كورابو في بداية علاقتهم كانت طايرة من الفرحة مبسوطة، كان واضح جدا ان هو قادر يتلاعب بيها، وفي النهاية مع الأسف اكتشفت ان هو شخص مختلف تماما عن الشخص اللي هي ارتبطت بيه، وان كل ده كان تمثيل، وفي الوقت ده اهلها قدروا فعلا ان هم يبعدوها عنه، او على الأقل فكروا كده. اتضح ان هو قبل ما تختفي كورابو بأسبوعين هي خرجت مع اصحابها، وفي الوقت ده اتصلت بمامتها وقالت لها ان هو موجود في نفس المكان اللي هي موجودة فيه. المكان يا جماعة كان بار، والبار ده كان مشهور، فاحنا مش هنقول خالص ان هو كان بيتعقبها او كان ماشي وراها، حاجة طبيعية جدا عادي جدا ان هو يكون موجود هناك صدفة، بس الفكرة ان هي اترعبت جدا وخافت من يعني من اللي كان، واحدة كان لسه ضاربها من اسبوعين، طبيعي ان هي تترعب. فمامتها قالت لها ارجعي بسرعة جدا وما تتكلميش معاه وما تتواصليش معاه نهائي، ارجعي البيت على طول. مع الأسف الأم ما لحقتهاش، لأن في الوقت ده هو كان جه واتكلم معاها وكان رجع يتواصل معاها تاني، وقدر كمان ان هو يلعب بعقلها تاني، وفي الوقت ده كورابو رجعت له. بس كورابو يا جماعة رجعت له هنا تقريبا تقدروا تقولوا مثلا كانت مكسوفة ان هي ترجع له بعد الوضع اللي هو وصله لها. في الوقت ده رجعت له وهي قايلة يعني مش قايلة لحد، وكانت علاقة سرية، وهو استغل الوضع ده وفضل يضغط عليها ان هي يعني ما تفضلش العلاقة ما بينهم سرية. بدأ يستفزها كتير جدا، بدأ يجي بنات للمكان اللي هي خارجة فيه مثلا مع صاحبتها ويقعد مع البنات دول قدامها، بدأ يستفزها كتير لحد يوم 26/4 قبل اختفائها بيوم جات لها دعوة لحفلة حد من صحابها، كانت حفلة عيد ميلاده ودعاها للحفلة. فهنا هي قررت ان هي تاني يوم هتاخده معاها الحفلة، وفعلا كورابو اخدت معاها سندال للحفلة دي، وفي شهود كتير جدا شهدوا ان يوم 27/4 الاتنين كانوا في الحفلة مع بعض، والاتنين مشيوا بدري لان هما اتخانقوا خناقة كبيرة قدام كل الناس، فكان في شهود كتير جدا عليه ان كان في مشكلة حاصلة قبل ما مثلا في اليوم اللي هي اختفت فيه بالليل، وهما الاثنين رجعوا مع بعض. وبعد كده عندنا صور كاميرات المراقبه. طبعا الشرطه هنا كانت عماله تجمع ادله، جمعت ادله من عنده من البيت. الشرطه لما راحت البيت عنده كان في سجاده واضح ان هي كان عليها اثار دم، والسجاده دي حد غسلها. ولما راحوا واجهوا سندال بالموضوع ده وبالدليل اللي لقوه في بيته، سندال قال ان هو كان مقرر ان هو يبيع الشقه، فعشان كده كان بيغسل كل حاجه. من الاخر كل الادله وكل الكلام اللي كان بيقوله سندال يعني كان ضعيف جدا، بس وهو كان شخص متلاعب جدا، كل حاجه كان بيلاقي لها حل. واساسا المشكله ان الام هنا كانت واثقه 1000000% ان سندال هو الفاعل، لان اليوم اللي بنتها اختفت فيه الام اتصلت بيه سالته عليها، وهنا هو رد عليها نكر تماما ان هو يعرف اي حاجه عن كرابه، وهي قبل ما تقفل بيقول لها خلي اعرفي ان انا والله ما انا اللي قتلتها، او ايا كان اللفظ الحلفان اللي هما بيحلفوا بيه، عموما حلف ان هو ما قتلهاش. الام هنا قالت الكلام ده للشرطه وقالت لهم ان هي اصلا ما كانش جاي في بالها ابدا اي احتمال ان بنتها تكون ميته اساسا، فهو منه نفسه كده قال لها انا ما قتلتهاش. فيعني هي الام نفسها كده كانت مرعوبه، انا اصلا لسه ما فكرتش خالص ان بنتي تكون مقتوله، او بنتي تكون انا واحده اللي بنتها لسه مختفيه ما عندهاش عليها 4 5 ساعات، مين جاب سيره القتل؟ فطبعا هنا الام عشان كده كانت من البدايه شاكه فيه. سندال في الوقت ده وافق ان هو خلاص هياخد الشرطه للمكان اللي هو رمى الجثه فيه، فهو خد الشرطه هنا وداهم لخندق، وهناك لقوا فعلا اثار لحريق. هو كان قايل من الاول ان هو اول ما لقى الجثه طبعا خاف وحرقها، فهم لقوا اثار فعلا في الخندق ده اللي زي ما يكون كده يعني قبر الحاجه ميته، بس مش يعني مش جثه، وما لقوش اي اثار خالص ان ممكن تكون الجثه بتاعتها كانت موجوده في المكان ده. وفعلا الجثه يا جماعه ما كانتش موجوده في المكان ده، لان هنا سندال ما خدهمش للمكان الحقيقي اساسا. مع الاسف الجثه كانت في بلد تانية جنبيهم في مكان بعيد جدا عنهم، وكانت في منطقة يعني المنطقة دي تحسوا ان هي يعني فاضية شوية، والمنطقة معزولة، وكان في ناس بتعدي، بس اللي كان بيعدي وبيشوف المنظر كان بيتخيل ان ده مني كان محروق، محدش فكر ابدا ان دي جثة يعني بنت حقيقية. و
ولما حد شك في الموضوع اتصلوا بالشرطة هناك، والشرطة راحت واخدت الجثة بتاعتها. والكلام ده كان قبل ما الشرطة تقبل ان هي تعمل البلاغ بيوم، يعني الجثة اتلقت قبل ما الشرطة اصلا تقبل تعمل البلاغ هنا. الشرطة هنا عملت البلاغ، وبعد 10 ايام الشرطة دي شرطة المدينة دي مع شرطة المدينة دي اتواصلوا وقدروا فعلا يأكدوا الهوية على ان هي هوية كرابو مكوانا. عايزة اقول لكم ان في الوقت ده الام فضلت تعيط كتير جدا وتتحايل على المحققين ان هم يسيبوها تشوف بنتها، ومع الاسف ما حدش فيهم كان راضي، وهي نفسها كانت متضايقه وحاسه بالذنب، يعني قالت انها حاسه انها ما حاولتش اكتر من كده، يمكن لو ضغطت عليهم كانت قدرت تلاقي بنتها قبل كده. في النهايه المحققين سمحوا لها تشوف، بس كل اللي قدروا يلهرها مجرد صوره بس، والصوره كانت للاسف لرجلين فقط لا غير، لان ده اصلا هي الحاجه الوحيده اللي فضلت من جثه كرابو. في الوقت ده يا جماعة الشرطة وسندال اتفضحوا قدام كل الناس، اتسرب للإعلام ان كرابو قبل كده راحت وبلغت عنه، وان هم قالوا لها ان سندال مبلغ عنها، واتضح ان الشرطي كمان اللي هناك قال لها ان هو ملكيش ملوش لازمة اصلا تعملي بلاغ وانسي الموضوع وروحي بيتك، لان ده واضح ان حوار ده حوار بقى ايه قصة حب، فالحوار هيفضل رايح جاي ما بينكم انتوا الاتنين، واحنا عندنا هنا شغل ومش فاضيين لكم. يعني من الاخر مشاها ومرضيش يعمل لها البلاغ. فطبعا هنا الكل كان قالب على الشرطة، والكل كان بيقول ان يمكن لو البلاغ ده كانت عمل كانت كرابو زمانها لسه عايشة لحد دلوقتي. عايزة اقول لكم ان المحققين بعد ما لقوها فضلوا يدوروا على شهود كتير، استجوبوا 50 شخص وجمعوا كل الادلة وطبعا كاميرات المراقبة. وفي نفس الوقت ده الشرطة كان عليها ضغط كبير، لان الناس عمالة تشتم فيهم وتشتم في سندال على كل السوشيال ميديا، وكرابو وسندال في الوقت ده طلعوا ترند من كتر ما الناس عمالة تنزل هاشتاجات، والناس عمالة تغلط في الشرطة، الناس عمالة تغلط فيه. وفضلوا كل شوية كمان يعلقوا على سندال، لان كل شوية سندال بيغير كلامه، كل مرة بيحكي لهم قصة مختلفة عن القصة الأولانية. سندال كمان بدأ ان هو يقول ادعاءات على الشرطة نفسها، بدأ يقول ان في حارس امن ضربه وضربه ضرب مبرح، والحمد لله ما حدش عبره وما حدش عمل للحارس ده حاجة. عمل بقى ادعاء تاني على الشرطة ان الشرطة عمالين يعرضوا عليه مبالغ ومبالغ ان هو يعني يديهم فلوس وهم يشيلوا عنه كل الادعاءات، بس مفيش حاجه ثبت الكلام زي ده. وعلى فكره الكلام ده ضعيف جدا، لان هو في الوقت ده الموضوع اتقلب زي قضيه راي عام، فمفيش حد كان في ايده اصلا ان هو يشيل كل الاتهامات من عليه. الموضوع طلع ترند، يعني في ايه اكتر من كده عشان الموضوع يتشهر، وما بقاش ينفع اصلا انك يتشال حاجه من عليك اساسا. هنا بدا يقول ان في المحاكمه ان ابوها هو اللي كان بيسيء معاملتها، وان هو ملوش اي ذنب. واخوها اول ما سمع الكلام ده طبعا اتعصب جدا، وشهد في المحكمه وقال ان ابوهم عمره ما عمل حاجه تاذي حد فيهم، وان هو طول عمره بيحبهم وطول عمره قريب منهم، وان باباهم معروف عنه ان هو شخص طيب جدا. والموضوع هنا يا جماعه صعب، يعني بقى صعب جدا عليهم، يعني مش كفايه ان هم لسه بيتعاملوا مع موت بنتهم، لا كمان هو بقى يقلب الموضوع ضدهم، عايز يقلب الناس عليهم هم، ويطلع ان هو اللي كان اصلا بيهديها، هي كانت ابوها بيضربها وهي بتروح له وهو بتهرب من ابوها، فالمشكله دلوقتي بقى قلبها ناحيتهم هم. فطبعا الوضع كان صعب جدا عليهم وما كانش في ايديهم حاجه يعملوها اصلا. في الوقت ده سندال عيلته اصلا ما كانتش واقفه معاه، العيله هنا بتاعته يا جماعه كانوا متضايقين جدا على طبعا كرابو، وهي كانت قريبه جدا منهم، فكتبوا رساله اعتذار. بس راحوا البيت هناك عند اهل كرابو ما لقوش اهل كرابو في البيت، فراحوا زقوا الرساله من تحت الباب. فالاهل لما جم حسوا ان دي اهانه كبيره، ان انتوا حتى لو هتكتبوا رساله استنونا لما نرجع سلموها بالايد، ليه ترمين رساله من تحت الباب وتمشي، مع ان في احتمال كبير ان هما كانوا مكسوفين اصلا يشوفوهم. يعني انا مش عارفه الصراحه، بس عيله سندل لما سمعوا ان هما متضايقين من حاجه زي كده كتبوا رساله تاني وودوها لهم برده، بس ما رضوش يستلموها منهم، ما رضوش يعني عيله كرابو ما رضوش برده يستلموا الرساله. بس عيله سندل كانت كاتبه في الرساله ان هما بيعتذروا لهم جدا، وان هما عارفين العنف الاسري تاثيره ايه، وان هما زعلانين عليها جدا، وان كرابو كانت وما زالت هتفضل واحده منهم، ولسه وهم بيحبوها جدا، ما لهمش اي علاقه باللي ابنهم عمله. يعني من الاخر عيلته اتبرت منه قدام الكل. دلوقتي هو بدا يفكر هيعمل ايه بقى عشان يلاقي حاجه جديده هو والمحامي اللي معاه. دلوقتي يا جماعه تقرير الطب الشرعي طلع قبل ما هو يقدر يعمل اي حاجه. تقرير الطب الشرعي جاب مصيبه، البنت مش كفايه ان الجثه بتاعتها كانت محروقه
مع الأسف الطب الشرعي اكتشف إن في 60% من أعضاء قرابة الداخلية مختفية، من ضمنهم القلب، يعني الجزء اللي فوق في قرابه اللي اتحرق منه واللي كان موجود فعليا هو بس الجمجمة بتاعتها وجزء من القفص الصدري، الباقي ده كله مش موجود، كل الأعضاء مش موجودة، لا كبد لا كلى لا قلب ولا أي حاجة، يعني كل أعضائها مش موجودة. فعندهم دي اعتبروها رسميا إن دي حالة هو قتلها، عمل عليها طقوس روحانية. فهنا الادعاء نفسه كان عايز يغير الدافع بتاع القضية، يخليه ان هو بسبب الطقوس الروحانية، بس مع الأسف المحكمة ما قبلتش حاجة زي كده، وفضل الدافع عندنا هو العنف الأسري عادي. بس سيبك بقى من الدافع اللي في المحكمة، الناس بره كلهم أول ما سمعوا كلمة طقوس روحانية بدأ يجي شهود كتير قوي، الشهود بدأت تيجي تقول للشرطة إن ساندال في بداية علاقته مع أساسا كرابو قبل ما يبدأ العنف وقبل ما يبدأ يضربها وكده كان بيحاول يقنعها بموضوع الروحانيات، وقال لها ان هو هما الاثنين راحوا مع بعض مكان، والاثنين جرحوا ايدين بعض، والاثنين خلطوا دمهم ببعض، وقالوا ان كده بقى ارواحهم هتفضل مرتبطه مدى للابد، ما ينفعش يسيبوا بعض، وان هما لو سابوا بعض لازم يبقى فيه تضحيه، يعني لازم يضحوا بحد. يعني دلوقتي الكل بقى شايف ان هو ضحى بيها عشان يقدر ان هو يسيبها. الهدف بقى بين الترابط الروحي اللي هما عملوه مع بعض ده ايه؟ دلوقتي محدش كان فاهم، بس كرابو بدأ يتكلم مع ضباط في السجن، قال لهم ان هو كان يعرف واحد اسمه ذا ماستر. الماستر ده ليه يعني شخص ساحر بقى، دجال ايا كان، شغال في موضوع الطقوس الروحانية دي. فهو اول ما ارتبط بكرابو قال لها تعالي نروح له، والاتنين راحوا مع بعض للماستر ده، والماستر ده عمل عليهم طقوس، والطقوس دي ربطت روح الاتنين، معلش، رفضت تروح الاثنين ببعض للابد، وما بقاش ينفع يسيبوا بعض. والهدف هنا ان شغله يعلى بسرعه ويبقى معاهم ملايين، وطول ما كرابه مع سندال شغله هيفضل يرتفع بطريقه رهيبه، هيبقى عندهم زي قوه خارقه، والله بجد هو قال كده، هيبقى عندهم قوه خارقه مش عند حد، وهيشتغل بطريقه فظيعه وشغله هيعلى بسرعه. بس الاثنين اول ما يسيبوا بعض شغله هيبدا ينحدر. وقال الضابط ده ان فعلا طول ما هو معاها كان بيكسب فلوس كتير جدا، اول ما تسيبه ترجع الفلوس دي كلها تروح. وقال له كمان ان هما كانوا راحوا وعملوا تاتو، التاتو ده كان ماتشنج لبعض، يعني كان بيكمل وهما مع بعض وبس، ما كانش في حاجه يعني، ما ورالوش حاجه الصراحه، ولا حتى في صوره للقضيه في حاجه زي كده يعني. المهم في المحكمه بقى، في المحاكمه هو نكر كل الكلام ده ان هو حكى لاي ضابط، في اكتر من 5 ضباط طلعوا شهدوا بنفس القصة اللي أنا بحكيها لكم دي، وهو نكر تماما وقال إنه أول مرة يسمع الكلام اللي هما بيحكوه ده. بس موضوع طبعا الطقوس الروحانية طبعا اتشهر جدا، وناس كتير كانت مصدقاه، وناس كتير كانت مقتنعة فيه. وأساسا في حاجة حصلت في المحاكمة غيرت برضه نظرتهم، هو كده كده عمال يكدب من الأول، بس في المحاكمة اتفضح إن سانديل يا جماعة مفلس، يعني أعلن إفلاسه، بس ما أعلنوش، هو مخبيه، يعني هو أفلس بس في السر. كل الفلوس اللي كانت بتيجي لسانديل دلوقتي كان بياخدها، يا اما يشتري بيها عربيات، يشتري بيها لبس، يشتري بيها حاجات يقنع بيها الناس اللي قدامه ان هو غني، عشان الناس تفضل تاخد دروس عنده وتفضل تديله في فلوس، انما هو اصلا معهوش اي حاجه. فدلوقتي هو طبعا لما اتفضح في ناس كتير برضو جت تشهد عليه، وقالوا ان هو ضيع فلوسهم، ان هو ليهم عنده اكتر الاف دول، يعني عنده ليهم عنده فلوس كتير جدا. وخدوا بالكم اصلا سانديل كان غرقان في الديون كمان، مش مفلس بس. فالناس دي طلعت قالت انه خسرهم الاف الدولارات، وان هو اصلا كله نصايحه غلط، وان مش المفروض ابدا ان حد يسمع كلام سانديل، وانه نصب عليهم حرفيا. فانتوا لو ايه، بقت قضيه جوه قضيه. في نفس الوقت برضو محدش كان عارف البنت دي فين باقي اعضائها، يعني حتى لحد وقتنا هذا الجثه اللي كانت عندهم ما كانش فيها خالص كل الاعضاء اللي انا قلت لكم عليها. هنا في الوقت ده سانديل طلع يشهد، يعني هو اللي طلع قاعد على منصه الشهود. فسانديل طبعا قال انه بيتضرب وبيتشتم وبيتهزق وبيتعمل فيه كل البلاوي اللي في الدنيا، بس هو عمره ما عمل حاجه، يعني ما كانش قادر يستغنى عنها، بس بتحصل فيه كل المصايب اللي هو اصلا كان بيعملها فيها، وان اهلها كانوا مساعدينها على الموضوع وكانوا بيداروا عليها، وهي شخصيه نرجسيه ومتسلطه وقاعد يجيب كل الشتايم اللي في الدنيا. فبعد ما هو شهادته خلصت ماشي ومحدش كان مصدقه اساسا، طلعت اختها شهدت، واختها شهدت بكل اللي هو قاله، بس العكس، يعني من اخر الشهادتين كانوا متناقضين تماما، اللي هو بيقول ان هو موجود في قرابه
اخت قرابه طلعت قالت ان هو موجود فيه، وان هو كان متحكم في عقلها بطريقه غريبه، وهي مش عارفه ازاي قرابه ابدا يعني ما شافتش حقيقته، ما قدرتش تبعد عنه، وان هو اكتر شخص اذاهم في حياتهم واكتر شخص اذى قرابه، وان هو سايكوباس او مريض نفسي، بس هي مش عارفه ايه المرض النفسي اللي عنده، بس ما فيش حد طبيعي يتصرف التصرفات اللي هو كان بيتصرفها. سندين لسه واقف على الحته بتاعته ان هو ملوش دعوه بحاجه وان هي كانت منتحره. دلوقتي بدا يطلع يتكلم بقى كلام جديد، بدا يقول ان هي في شخص اعتدى عليها، هي كانت حاجه كده اسمها يعني بيقول ان هي كانت يعني بتموت على الفلوس، ممكن تعمل اي حاجه على عشان الفلوس، وان في شخص اعتدى عليها والشخص ده من اصدقائهم، بس هو مش هيقول اسمه، يعني هو عنده ممكن يعني يتسجن مدى الحياه بس ما يقولش اسم الشخص ده عشان ما فيش شخص اصلا. المهم الشخص ده اعتدى عليها وهي حملت، وبعد ما حملت عملت عمليه اجهاض، وان الاجهاض ده حصل عنده في البيت، وان الذنب الوحيد اللي هو ارتكبه في حياته ان هو ساعدها ووقف جنبيها. وهي كده لما اجهضت في البيت الاجهاض تعب نفسيتها جدا وخلاها تنتحر فشنقت نفسها يعني. طبعا مفيش كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده، مفيش اي حاجه طبعا منه حصلت في الحقيقه، ولا في اي دليل انها حامل، ولا اعتداء، ولا القصه دي موجوده خالص. وكل الكلام اللي بيتقال ده كله كان يعني كل شويه هو هيحكي لنا قصه تانية مختلفه عن القصه الاساسيه. الاتنين هنا لما طلعوا ترند سانديل اترعب، حس ان كل حاجه بقى بتبوظ، فبدا يحكي حكايه تانية خالص. سانديل هنا قال ان هو كان شخص محترم جدا، كان بيحبها جدا، عمره ما عمل حاجه تضايقها، هي اللي كانت بتضربه وهي اللي كانت بتسيمه، انا مش عارفه والله ايه اللي كانت بتسيمه وعملته، وهو كان بيحاول ان هو يغير منها، وهما الاتنين كان في ما بينهم ارتباط روحي وما كانش بيقدر يبعد عنها، عشان كده كان بيرجع لها دايما. دلوقتي يا جماعه سانديل وهو لسه برضه محبوس، ولسه الضباط اللي شهد عليه اللي هما شهدوا عليه لسه بيتكلم معاهم، فقال لهم ان هو اليوم اللي هي ماتت فيه السبب ان هو اضطر يعمل كده في جثتها، ان هو سحب كل الدم اللي في جثتها وخلطه بدمه واخده اليوم ده نزل ورداه للماستر عشان الماستر يفك التواصل الروحي او الترابط الروحي اللي ما بينهم، فهو يقدر يكسب فلوس حتى وهي ميته. يعني انتم متخيلين الموقف اللي في دماغه؟ يعني هو دلوقتي بس كل همه ان الرابط اللي ما بينهم ده اللي هو مصدق جدا انه سبب ان هو بيكسب او بيخسر يروح، فعشان كده من الاخر قتلها، مش هي انتحرت عشان ما فيش انتحرت دي، قتلها وخد الدم بتاعها وراح للمصدر يفك الترابط اللي ما بينهم، وقال ان المصدر خلاص فك الترابط وهو هيقدر يكسب عادي. برضو كل ده الناس دي برضو بتطلع تشهد عليه، بس هو بيتكلم ليه معاهم ليه ما حدش يعرف. برضو دلوقتي بقى في القضيه الشرطه اصلا ما كانتش خلاص بقى بتتكلم في موضوع الروحانيات ده، لان المحكمه ما قبلتش بيه، بس خلاص الكل كان واضح جدا قدامه القضيه، قضيه في منتهى البساطه، قضيه عنف منزلي عاديه جدا. وهنا القاضي الادعاء طلع وقال ان الشخص اللي قدامه ده شخص متسلط ومتلاعب وشيطان، وفكر ان هو هيقدر يخرج من هو يقتل بنت ويخرج منها بفلوسه، ما كانش يعرف ان في قضاء وفي عداله وان هي البنت دي هتاخد حقها في يوم من الايام. القاضي هنا قال ان سانديل شخص خطير جدا على المجتمع، وان هو ما ينفعش يطلع بره السجن، وحكم عليه ب 32 سنه سجن. هنا يا جماعه المحامي بتاع سانديل طلع وقال ان هو مصدوم جدا، ازاي يتحكم عليه بكده؟ هو كان فاكر ان اقصى حاجه ممكن يتحكم على سانديل بيها هي 15 سنه، انما 32 سنه دي تتحكم على واحد سرق بنك، على سطو مصالح على بنك، ما تتحكمش على شخص قتل واحده. ما ينفعش ان واحد يتحكم عليه ب 32 سنه عشان بس مشكله في علاقه غراميه. ده كان المسمى اللي سماه المحامي بتاعه، والمحامي هنا راح عرض عليه ان هو يستأنف له القضيه. ومع الاسف سانديل لاول مره، ومع الاسف ده الحمد لله لاول مره اعترف ان هو اساسا ما معهوش فلوس وما يقدرش يستأنف، يعني هم ما معهوش فلوس يديها للمحامي عشان يستأنف. خلاص عائلة سانديل كانوا بيجوا المحاكمه بس ما كانوش بيقعدوا كتير، كانوا ما فيش اي خلاص ما فيش اي تعابير ولا اي عواطف ولا اي حاجه، ما جوش كل الجلسات، بس جم الجلسه اللي تم الحكم عليه فيها وما تكلموش كتير، مشوا. زي ما قلت لكم هما تقريبا يعني كانوا حاسين بالبنت او كانوا يمكن شايفين حاجه منه من قبل كده، ما حدش يعرف. بس عائله كورابو مع الاسف خسروا يعني حاجه غاليه جدا عليهم، ما حدش يقدر يعوضها لهم ولا حتى سجنه. بوتين اللي طلعت وقالت ان هي لحد دلوقتي سايبه سرير اختها معاها في الاوضه، وان هي حاسه دايما ان في حاجه ناقصه منها، انها حضرت الجنازه بتاعتها بالعافيه، كانت عايزه تمشي
كل وقت ومسكت نفسها بالعافية، وإن من وقتها وهي عندها مشاكل في الثقة في الناس، وعشان كده هي نفسها ما ارتبطتش بأي حد نهائي، وقالت إن هي عمرها ما هتسامح سندال لسبب بسيط، إن في وسط كل اللي حصل ده هو عمره ما اعتذر لها، حتى لما رجع لها في السر ما اعتذر لهاش إن هو ضربها ودخلها المستشفى، حتى بعد ما قتلها مفكرش إن هو يعتذر على موتها، فعشان كده هي عمرها ما هتسامحه أبدا. بعدها بوتينلي وواحدة اسمها تيفاني وميشيل، التلاتة الاتنين دول كانوا أصحاب كرابو، قرروا إن هم يفتحوا الجمعية وإن هم يعني يحققوا حلم كرابو، وفعلا فتحوا الجمعية وسموها بالاسم اللي هي كانت كاتبة في مذكراتها إن هي لما تعملها هتسميها بيه، سموها كرابو مكاونة. الجمعية دي كانت لمساعدة الأطفال ولمساعدة السيدات عموما اللي بتتعرض للعنف المنزلي، وفعلا الجمعية دي اشتغلت واتشهرت جدا، وهم قالوا ان هم ماشيين على خطاها مش اكتر، مش بيعملوا حاجة جديدة، هم بينفذوا لها بس الحلم اللي هي كانت بتحلم بيه. مع الأسف عيلة كرابو فضلوا فترة طويلة جدا حاسين بالذنب، يعني كلهم حسوا ان هم ما وقفوش جنبيها صح، ما ساعدوهاش صح، يعني كانوا حاسين ان هم كانوا يقدروا يعملوا حاجة اكتر من كده وما قدروش ان هم يعملوا، لان هم كانوا شايفين ان كرابو مستقلة وقادرة تحل كل حاجة بنفسها. مع الأسف ده السبب برضو اللي خلاني أختار القضية دي، لأن في ستات في رجالة كتير جدا بيسمعوني دلوقتي بيمروا بنفس اللي هي مرت بيه، عندهم نفس المشكلة، هما كمان بيتعرضوا لسوء المعاملة سواء راجل أو ست، مفيش فرق بين الاتنين على فكرة. على فكرة في عنف منزلي في مع الرجال زي السيدات بالظبط، مش لازم يكون إن هو بتضربه زي ما هو كان بيقول، بس ممكن تكون في عنف لفظي، في عنف عاطفي، في أنواع كتير جدا للعنف ممكن إن هي تتعمل. الناس دي بتسمعني دلوقتي والناس دي ممكن تكون قدام الناس بره، الناس شايفينها الجبل ما بيتهدوش، فعلا شايفين ان هم يقدروا يسندوا عليهم، ان هم يقدروا يقفوا جنبيهم، بس مع الاسف ما حدش فيهم بيفكر ان الناس دي ممكن تتعب، وعشان كده الناس دي لما بتتعب بتتكسف تقول ان هي تعبانه، فمع الاسف في النهايه بيحصل فيهم زي ما حصل فيها بالظبط كده، ما بيقدروش ان هم يتكلموا، ما بيقدروش ان هم يطلعوا اللي جواهم، وبالتالي ما بيقدروش ان هم برضو يتخطوا الحاله النفسيه اللي هم فيهم، لان انت اول حاجه في بدايه علاجك النفسي ان انت تعرف المشكله اللي عندك، اذا كان هم انتوا مخلينهم ما يعترفوش بيها، فبلاش اي شخص تشوفه قدامك ان هو قوي، ان هو واقف جنبك، ان هو ساندك، بلاش تعتقد ان هو ما بيتعبش، ما فيش حد فينا ما بيتعبش، كلنا بنتعب، فبلاش نضغط على بعض اكتر من كده، خلونا نقف جنب بعض بالطريقه الصح وما نجيش على بعض. وهنا انا خلصت قضيتي، انا حابة اعرف رأيكم، هل انتوا شايفين ان هو فعلا قتلها عشان فعلا كان مقتنع في موضوع الروحانيات وعايز يخلص من موضوع الترابط اللي ما بينهم، وفعلا عمل على جثتها طقوس روحانية زي ما اتقال، ولا هل هي كانت خناقة عادية وقضية دي قضية عنف منزلي بسيطة جدا الاتنين اتخانقوا مع بعض وفي النهاية هو قتلها؟ احب اسمع رأيكم في الكومنتات، وانا كده خلصت قضية، اشوفكم في قضية جديدة، سلام.